السلام عليكم. تم تدشين البارحة فندق جديد في بلدية الحيدرة بالعاصمة الجزائرية، وهذا الفندق أكيد سوف ينضاف إلى القدرات السياحية والفندقية لولاية الجزائر العاصمة، وسوف أكيد يعزز النسيج الحضاري والنسيج العمراني للأحياء في مدينة الجزائر لأكثر جمال، يزيد منها جمال، لأنه يعني الشكل الهندسي تاعو يعتبر إضافة هندسية للحي الموجود فيه. نشاهد الفيديو هذا عن هذا الفندق، رغم حجمه صغير لكن هو فيه ديكور راقي وكبير جدا، وفيه مواصفات مراعاة مواصفات يعني في الميدان السياحي بالمقاييس العالمية. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.